تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها فيها أسرار لا تحصى عقلك بالإعجاز يراها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها تبحر في الآيات وتسمو والقلب يسامر نجواها برهانك بالذكر تجلى أحرسها من زيف هواها. النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها النفس الأطهر والأزكى ألهمها المولى تقواها فاسمع يا هذا وتفكر إن ترجو بالخير مناها. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. أحمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، جوارح الإنسان تعمل عند قلبه، فالقلب هو الملك أو المدير أو الرأس الكبير التي تدير حركة هذه الجوارح. ويقال في التاريخ أن سورة الصين العظيم الذي بنته كي لا يغير عليها الأعداء اقتحم مرات قليلة، ودرسوا هذه الأسباب فوجدوا أن الأعداء لم يستطيعوا اقتحام السور، وإنما استطاعوا يعني إعطاء رشوة لبعض الحراس المرتشين الفاسدين. فقياسا على هذه الومضة التاريخية، القلب حصن حصين، قلب العبد قلب المؤمن حصن حصين. كيف يدخل الشيطان عليه؟ لابد أن جارحة من الجوارح فاسدة قام الشيطان برشوتها، إما هي العين أو اللسان أو الأذن أو اليد أو الرجل، فابحث أي جارحة مرتشية عندك. يعني هل أنت من الذين يحبون مطالعة والعياذ بالله الحرام القنوات إياها وتقلب من قناة إلى قناة، أو تسير في الطريق لا تسمع كلام الله عز وجل؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حاتم الأصم رحمه الله تعالى لما ذهب إلى بيت أستاذه شقيق، وكان حاتم يتردد على بيت شقيق على مدار 30 عاما، فكان شقيق البلخي يتوضأ، فقال له زوجتي افتح الباب، فعادت إليه وهو يتوضأ يقول لها من؟ تقول صاحبك الأعمى. يقول والله ما لي أصحاب عميان. فلما خرج شقيق البلخي وجد حاتم الأصم فقال له ظنتك زوجتي أنك أعمى. رجل يتردد على بيت صديق 30 عاما وزوجة صاحبه تظن أنه أعمى، من أين؟ من غض البصر. ومن غض بصره، هذا الكلام لشبابنا وأبنائنا، من غض بصره أطلق الله بصيرته، أطلق الله بصيرته. فهل يا ترى الشيطان يعني دفع رشوة للعين الفاسدة التي لا تغض عن محارم الله، والعين التي للأسف الشديد التي لا تغض عن عيوب الناس؟ في ناس تحب أن تفضح الناس، تحب أن تركز على عيوب الناس، تحب أن تضع عيوب الناس الصغيرة تحت المنشر وتحت الميكروسكوب، وتضع عيوبها هي تحت العدسة المحدبة التي يعني تصغر الأشياء، لكن عيوب الناس توضع تحت العدسة المكبرة. فاتق الله عبد الله، وانظر الشيطان يدخل إليك من ماذا؟ هل من يدك تأخذ شبهة وما الحرام؟ من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى، مش الحرام، لا مجرد الشبهة. واحد يأكل شبهة 40 يوم
الجوارح لا تطيعه سبحانه، لا تكون في طاعة القلب هذا الملك الذي يدبر الأمر بعد الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن الصادق إنسان يرعى جوارحه التي إيه سبحان الله، يعني اليد هذه لو كانت لصحفي أو إعلامي هل يكتب بها كلاما بذيئا، كلام يشق بها عصا الطاعة، أو يؤلب الناس بعضهم على بعض، أو يؤلب الجماعات والمذاهب بعضها على بعض، أو يشيع الفوضى في الدول ويسيء إلى هذا وذاك، هل هذه اليد أم أنها يد معطاءة للصدقة تمسح رؤوس اليتامى تكتب الخير؟ هل الشيطان جاء من ناحية اللسان؟ هل الألسنة يعني تقول خيرا أو تقول شرا؟ يعني لن يرى العبد يوم القيامة إلا ما كتبت يداه وما نطق لسانه. فهل لسانك ينطق بالخير؟ هل لسانك لهاج بذكر الله؟ هل لسانك في معية الله عز وجل ليل نهار؟ هل هو سبحان الله يعني تحت عنوان وقولوا للناس حسنا قل لعبادي يقول التي أحسن، أم أن لسانك يخوض في هذا ويخوض في ذاك؟ هذا أمر. هل يأتيك الشيطان من ناحية قدميك أن تذهب إلى أماكن لا ترضي الله عز وجل ولا تسعى بهاتين القدمين إلى تعمير بيوت الله والسعي للإصلاح بين المتخاصمين وإعطاء الصدقات وتشييع الجنازات وحضور الأشياء التي تبهج الناس وتدخل السرور على الناس؟ طيب في دقيقة واحدة أستطيع أن أقول نحن مع القلب ومع الجوارح نعمل برنامج، نشترط أولا عند صلاة الصبح نشترط على الجوارح أن تتقي الله فينا، يعني نشترط يا عين لا تنظر إلى حرام، يا يد لا تمتد إلى شبهة، يا قدم لا تذهب إلى مكان لرضي الله، يا عين لا ترى، وهكذا. إذن أنا اشترطت مع العمال الذين يعملون عندي هذا الأمر. ثم أمر المراقبة، أراقبهم طوال اليوم، هل قاموا بالأمر؟ هل غضت العين جفنها على ما حرم الله؟ هل أطبقت الشفتان على اللسان حتى لا ينطق بالشر؟ وهكذا. فإذا المراقبة طوال اليوم، ثم المحاسبة آخر اليوم، أجلس قبل أن أنام دقائق معدودة مع نفسي وابتدي في قضية المحاسبة. هل ما الخير الذي صنعته؟ ما الشر الذي فعلته؟ إن صنعت خيرا ازددت فيه وحمدت الله رب العالمين، إن كان شرا استغفرت الله سبحانه وتعالى. بعد المحاسبة المعاتبة، أعاتب جوارحي، لما لا تتقي الله؟ لما لا تقترب؟ يعني الإنسان سبحان الله العظيم، إذا كنت هكذا فأنا تحررت من عبودية الطين اللي هي الإهاب الترابي، وأشعلت أو أضأت الإهاب النوراني الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، بحيث أن تشع نور الإيمان في الإهاب الطيني، فسبحان الله يختلط هذا بذلك فتشع قلب يشع قلب الإيمان، قلب المسلم بالإيمان وبتقوى الله سبحانه وتعالى، ويصير مرآة ثقيلة لتلقي أوامر الله سبحانه وتعالى. هكذا تكون التربية من كتاب الله عز وجل ومن كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. اللهم ربنا على موائد كرمك، وأقمنا على طريق الحلال دائما يا رب العالمين، وطرد عنا وعنكم كل مكروه وسوء. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. تلك النفس وما سواها أكرمها ربي وهداها، فيها أسرار لا تحصى، عقلك بالإعجاز يراها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، تبحر في الآيات وتسمو، والقلب يسامر نجواها، بالذكر تجلى، احرسها من زيف هواها.